الفيديو اللي فات حكينا حكاية الفتحة، هنحكي النهاردة قصة الكسرة. الكسرة طفلة جميلة رقيقة بتحب المدرسة، وفي طريق عودتها للمنزل وقعت على ركبتيها. شعرت الكسرة بألم شديد، تتألم الكسرة وتقول إي إي إي. اصطحبها والدها للطبيب الذي أخبرها ألا تصعد للطابق الأعلى وأن تبقى دوما في الطابق السفلي. واستمعت الكسرة لكلام الطبيب وبدأت تشعر ببعض التحسن، وغنت الكسرة: أنا حركة شقية تلاقيني تحت الحرف يكون مكسور زي إي إي بي بي جي جي. في الفيديو الجاي هنحكي حكاية الضمة.